السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نقدم لكم هذا البلاطو الرائع اللي فيه حلويات مشكلة. غادي نشوفوا فينونسي، غادي نشوفوا اونتخومي صغار ديال الكوكو والمانجا، غنشوفوا تارت ديال الشوكولا والبراني، وغنشوفوا كوكو ماكارون على شكل كوكياج، واليوم غادي نشوفوا التارت بالحامض الأخضر، وفي نفس الوقت غنشوفوا الطريقة باش نعملوا المورانغ كما كتشوفوا، هذاك الشكل على شكل طولي وشكل رقائق. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجوا العصير ديال جوج حامضات خضرين، غادي نحتاجوا 120 غرام ديال السكر سنيدة، جوج بيضات، 30 غرام ديال الزبدة، 3 غرام ديال الجيلاتين بودرة، الزيست ديال جوج حامضات. أول حاجة غناخدو جوج معالق كبار ديال الماء، وغادي نضيفو الجيلاتين ونخلطو ونخليوه على جنب. في نفس الوقت كناخدو كاسرون نضيفو ليها السكر وعصير الحامض والزيت ديالو، ونحطوهم فوق عافية حتى يقرب يغلى ويدوب لينا السكر. كناخدو بول صغيرة ونضيفو ليها جوج بيضات ونخلطو مزيان. بعد ما غلى لينا الخليط غادي ناخدوه وغادي نصفيوه باش نحيدو لي زيست ما يبقاوش. من بعد غادي ناخدو داك شويه ديال خليط البيض نضيفو شويه لهذاك الخليط، من بعد عاد نضيفوه كامل ونحطوه في عافيه مهيله وحنا كنخلطو. بالنسبه انا بغيت يكون لون اخضر، يعني حيت حامض اخضر ضفت شويه ديال ملون غذائي اخضر، فهذا كيبقى اختياري. وحنا كنبقاو نخلطو حتى كيعقد لينا وكيولي على شكل كريمي، صافي كنحيدوه من العافيه. مي كتعقد الكريمه كنحيدوها من العافيه وكنضيفو ليها الجيلاتين ونخلطو مزيان، ومن بعد غادي نضيفو الزبده اللي تكون شويه رطبه ونخلطو مزيان. كنحطو الكريمه ديالنا في شي اناء ونغطيوها بلاستيك اليمونتيغ باش ما تكوليناش ديك الطبقه القاسحه. بالنسبه للفون ديال لي طارت، راه عندي الوصفه ديالهم والطريقه باش يجيوكم قادين. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. فكناخدو هادوك لي فون بعد ما طيبناهم. بالنسبه لواحد لاستيس باش يبقاو لينا مقرملين واخا نعملو فيهم الكريمه، كناخدو شويه ديال الشوكولاط ابيض دايب وكندهنو بهم كما كتشوفوا في الفيديو، فهادو كيخليهم كيعمل كطبقه ما كيخليهمش يرتبو دغيا. كنعمروهم بالكريمه كما كتشوفوا الفيديو، غادي نخليوهم في الثلاجه تقريبا لمده جوج سوايع، يعني حتى تجمد لينا شويه الكريمه. ندوزو دابا لطريقه عمل المورانغ السويسريه. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجو 60 غرام ديال البيض اللي تقريبا جوج بياض بيضات، و 120 غرام ديال السكر. كناخدو كاسرول وغادي نعمروها شويه بشويه ديال الماء. ضروري البول اللي غادي نديروها تكون كتشد الحراره، وفي نفس الوقت ما خش هذاك القاع ديال البول يقيس لينا الماء. كنضيفو في البول بياض البيض والسكر ونخلطو، وكنحطو الكاسروله يسخن فيها الماء، وكنحطو البول فوق منه وحنا مع التحراك كنخلطو وكيسخن لينا هذاك البياض، يعني في نفس الوقت كيتعقم وفي نفس الوقت خاصنا نبداو نقلبو بيدينا بصبع يدينا. لا داب لينا السكر فالخليط واجد. كنطلبو خليط البيض حتى كيولي لنا مورانغ بدرجه سرعه عاليه، ولا بغينا نزيدو اي نكهه هنا زدت واحد معلقه صغيره ديال الفاني، وبقيت كنطرب حتى كيتضاعف الحجم ديالو كيولي لامع.
بالنسبة لهنا قسمت الموغانغ على جوج، نصف عملته في بوشا دوي بالراس يكون صغير دائري ويكون صغير، والنص الثاني زدت ليه ملون أخضر فاتح. في صينية الفرن عملت ورق الزبدة وبديت كان بوشي هذا الموغانغ البيضة اللي عملتها في البوشا دوي، بديت كان بوشيها على شكل عويدات صغار كما كتشوفوا في الفيديو. أما بالنسبة للموغانغ بيستاج خديت بالسباتولا وبديت كان يعني عملت طبقة ما تكون مغليضة ما رقيقة يعني معين، ودخلتهم الفران لدرجة حرارة ما تفوتش 100 درجة تقريبا مدة 45 دقيقة. وخديت لي طارت بعد ما بردوا ليا في الثلاجه، زينت وحدين بالموغانغ اللي عملتها على شكل العويدات والاخرين زينتهم موغانغ على شكل رقائق. كنتمنى تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ما تنساوش تشاركوا فيها باش يوصلكم الجديد. بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه عمل تارت بالغناش الشوكولا والبراليني. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفه الجايه. دمتم في امان الله والى اللقاء.